نذهب إلى خبر آخر، وهو خبر في تركيا. وقادت قوات الأمن التركية بالقوة مظاهرة نظمها سوريون في مدينة اسطنبول احتجاجا على قرار ترحيل غير المسجلين إلى مخيمات بعدد من المدن الأخرى، فضلا عن ترحيل آخرين إلى سوريا. وقد تدخلت قوات الشرطة لفض التظاهرة بدعوى عدم حصولها على ترخيص، كما قامت باعتقال عدد من المشاركين فيها. واتهمت منظمات حقوقية السلطات التركية بإجبار السوريين على توقيع إقرارات برغبتهم في العودة إلى سوريا طواعية، وتهددهم بالحبس حتى يوافقوا على العودة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر السكايب من ألمانيا السيد فايق ديلو، مؤسس أو مسؤول العلاقات الدبلوماسية في الحزب الجمهوري الكردستاني. سيد فايق، أهلا بك على إكسترا نيوز من القاهرة. تحية طيبة لكم ولقناتكم ولمشاهديكم. أهلا بك سيد فايق. يعني هذه المرة تركيا تتحرك في اتجاه التخلص من اللاجئين السوريين تحديدا، لما تتحرك تركيا الآن للقضاء على وجود اللاجئين بمعنى آخر في الأراضي التركية؟ نعم أخي الكريم، أن الدولة التركية السياسة الدولة التركية لو بحثنا فيها ودققنا فيها أن كل خطوات سياسة الدولة التركية منذ بداية أزمة سوريا، فهي كانت كل التحركات الدولة التركية هي كانت تحركات مشبوهة. على سبيل المثال لو تكلمنا الآن الموضوع اللاجئين، لما فتحت الدولة التركية أبوابها للسوريين كان تماما ليس لأجل كما نرى أن الأوروبيين عندما يفتحون أبوابهم للاجئين فهم أيضا كما عندما نستطيع أن نقول فاقد شيء لا يعطي، ولكن العالم والسوريين أنفسهم لم يقتنعوا بهذه النظرية. إن الدولة التركية كان وضعها الداخلي مثلا يعني كما قلت فاقد الشيء لا يعطي. إذا كانت هي حقيقة هي كانت جاهزة في ذاك الزمن لاستقبال السوريين لأجل مشاركتهم في معاناتهم فيما يرون في أزمة في دولة سورية، لما كانت هناك 40 مليون كردي يعانون كلهم في المئة 50 الآن كلهم في السجون وتحت القمع. ولكن الدولة التركية في هذا التحديد لماذا الآن فتح باب أمام اللاجئين السوريين والآن يستعمل ضدهم القمع والإجبار لترحيلهم ولتسكينهم في المخيمات؟ هناك عدة نقاط. النقطة الأولى أن الدولة التركية عندما تعاملت مع الأزمة السورية من خلال مرتزقته ومن خلال جماعة الإخوان المسلمين ومن خلال الدواعش، وعندنا نستطيع أن نقول عندما نتكلم عن الداعش وعن الحركات الإرهابية يكفينا أن نقول أن أردوغان وسياسته هي منبع الإرهاب والقمع، وكما نستطيع أن نقول هذا. ولكن لماذا الآن يستعمل فتح باب أمام اللاجئين، ولماذا الآن إنهم يجبرهم إلى الترحيل وتسكينهم في المخيمات؟ هذا أولا. عندما الدولة سياسة أردوغان والدولة التركية فشلت، كل الكروت التي كانت بيدها استعملت، أولا عند استعمل اللاجئين تجاه الأوروبيين وضغط عليهم لأجل أن يقوي اقتصاده، إننا إن لم تساعدوني إن لم تقربوني إلى الاتحاد الأوروبي سوف أرحل إليكم طوابير من اللاجئين، وضغط عليهم. فلقد أفلست كل السياسات أردوغان والدولة التركية. الآن بدأ أردوغان يتحرك باستعمال كرت جديد، والكرت الجديد هو يجبر السوريين، لأن بات دوليا والشرعية الدولية والقوانين الدولية كلها لا تسمح أن أردوغان يرسل مرتزقته من غير السوريين من جميع أطراف الدنيا إلى سوريا. الآن يستعمل لأن يخدع العالم ثانية إنني أرحل السوريين. على سبيل المثال يستعمل اللاجئين الآن للضغط على الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال سوريا، هذا بالدرجة الأولى. وثانيا الآن كمثل منطقة عفرين هي محتلة، فأردوغان
وهو يخطط أن يضغط على اللاجئين يسكنون في مخيمات قريبة ويسحبهم إلى منطقة عفرين. فلذلك لدولة التركية مآرب وخطط خبيثة كثيرة. فلذلك الآن بدأ أردوغان أفلس من جميع سياساته من جميع الأطراف، بدأ في هذه المرحلة يستعمل سياسة جديدة من عبر اللاجئين السوريين. سيد فائق، ما هي الخطوات التي يجب على اللاجئ السوري في تركيا اتخاذها حتى يتم تسجيله ولا يتعرض إلى ما تعرض له بعض غير المسجلين بالنقل إلى المخيمات الأخرى أو الترحيل مرة أخرى إلى الأراضي السورية في أماكن النزاعات؟ هو يجب على اللاجئين السوريين أن يتحدوا وأن ينادوا المجتمع الدولي أنما كيف، ما هي الطريقة التي دخل بها اللاجئين إلى تركيا وكيف استقبلهم وكيف قبلهم والآن يرحلهم. فيجب عليهم أن يناشدوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية أننا أن يفضحوا هذه السياسة الأردوغانية القذرة تجاه هؤلاء اللاجئين، هؤلاء الذين لاقوا الاضطهاد والظلم من خلال أزمة سوريا. أصلا هي الدولة الرئيسية بالنسبة للأزمة الدولة السورية هي كانت سياسات الدولة التركية وخاصة أردوغان ومرتزقته وحزبه، كانت هي كل أسباب البلاء والويلات على سوريا. والآن فليجب على اللاجئين السوريين أن ينظموا أنفسهم وأن يوصلوا صوتهم إلى المجتمع الدولي والمجتمعات الحقوقية إن هذا ظلم وهذا قمع وهذا اضطهاد يناقض كل السياسات الحقوقية، لا يحق لأردوغان. وثانيا الآن بات معروفا، يعني كان أردوغان يستعمل الشعب السوري في داخل تركيا الآن بات واضحا هذه الورقة الأخيرة التي كانت بيده أيضا خرجت من يده لا يستطيع. فلذلك يجب على اللاجئين السوريين أن لا يقفوا وأن لا يسكتوا وأن لا يصمدوا وأن لا يخضعوا وأن إذا أراد اللاجئين السوريين أن يرحلوا من تركيا إلى وطنهم الأصلي يجب تحت مراعاة الأمم المتحدة، تحت مراعاة المنظمة الحقوقية. لماذا؟ لأن بات واضحا سياسة أردوغان والدولة التركية سواء كانت باتجاه اللاجئين، سواء كانت باتجاه الدول، سواء كانت باتجاه الأشخاص والمؤسسات، كلها باتت مشبوهة. وهذا ليس حديث اليوم. لو تتبعنا سياسة الدولة التركية هي نفس سياسة الدولة العثمانية ويدعيها أردوغان إنه يريد إنشاء عثمانية جديدة على طريقة أردوغانية إخوانية خبيثة. فلذلك أقول أن إذا كان لابد للاجئين السوريين أن يرجعوا إلى بلادهم يجب أن يكون تحت رعاية إشراف أمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لحتى أن يكون الترحيل حقيقيا. هذا ما أقوله. فلذلك يجب على اللاجئين التحرك وأن لا يقبلوا أي شيء إلا تحت قوانين دولية وأمم متحدة وبضمان. سيد فائق، على الجانب الآخر هناك تحركات عديدة في مجال الأمن داخل تركيا، هناك اعتقالات للمعارضين، هناك كما رأينا ترحيل لبعض من اللاجئين بحجة عدم تسجيلهم، هناك العديد من التظاهرات في مدن مختلفة رفضا لما حدث في الانتخابات وما بعد الانتخابات تنديدا بسياسات أردوغان. الدولة التركية الآن تتعامل بشكل عنيف إلى حد ما مع هذه التظاهرات أو مع المعترضين، سواء بفض التظاهرات بعنف أو في مجال الاعتقالات. كيف ترى تطور هذا المشهد في الداخل التركي؟ نعم، يعني هذا التطور، طبعا هذا التطور حصل عندما خسر أردوغان وحزبه المعركة الانتخابية. هناك سؤال، لماذا الأردوغان الآن يدعي أنهم غير مسجلين نظاميا رسميا في داخل تركيا؟ طيب
لو سألنا، لو بحثنا ما هو جنس وأعطى خاصة منطقة عفرين، جعل من الأكراد الساكنين المستوطنين في مناطق شمال سوريا أعطاهم الهوية التركية لأجل انتخابه. عندما خسر أردوغان انتخابه في البلديات وخاصة إسطنبول وأزميرة وأنقرة وحتى داخل تركيا، استعمل اللاجئين لمساندته لإنجاحه في الانتخاب. عندما خسر أردوغان هذه المعركة الانتخابية، بدأ العنف وبدأ الانتقام من السوريين واللاجئين الذين لم يستطيعوا أن يصلوا بأردوغان إلى مآربه ومقاصده القمعية والاستيطان والاستغلال. فلذلك أردوغان بدأ في داخل تركيا بالقمع. الآن سياسة التي تتبع أردوغان سواء تجاه اللاجئين سواء تجاه شعبي أيضا، انظر ماذا حصل في شمال العراق. هل هناك سياسة، هل هناك دولة يقتل دبلوماسيه ويقتل من يمثلونه لأجل مآربه، لأجل أن يضعه في عاتق الآخرين؟ فهذا هو سياسة دولة تركيا من البداية. لو رجعنا التاريخ، أردوغان سياسة دولة تركيا وخاصة أردوغان حضنها كلها في هذا القرن. طيب لو رجعنا للتاريخ، عدنان مندرس الذي كان يخدم خدم الدولة التركية، عندما انتهى من قتله، وكما كما رئيس الجمهورية التركية الأسبق عندما انتهى منه قتلوه، وهناك أمثلة كثيرة. فلذلك ليس ببعيد بالتأكيد. عندما لم يستطع السوريين اللاجئين الموجودين في سوريا أن يدعموا أردوغان، أن يصلوا به إلى ما يريده، فبدأ القمع والاضطهاد داخلا وخارجا إلى ما نراه. سيد فايق ديلو، مؤسس العلاقات الدبلوماسية في الحزب الجمهوري الكردستاني، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، كنت معنا من الأراضي الألمانية، شكرا جزيلا لك.